أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للصغير الذي لم يتجاوز 6 سنوات أن يلبس من السراويل ما تجاوز الكعبين؟ لا، ما يجوز الإسلام. والصغير يربى على السنة ولا يترك يستعمل الإسبال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.